السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين وكل الفيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا جدعان بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل أي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا كده يباركنا في كل شيء بإذن الله. طبعا يا رجالة الفيديو اللي فات عجب ناس كتير وناس كتير أوي استفادت منه، فطبعا يا رجالة إن شاء الله هنفضل متواصلين معاكم بإذن الله في حلقات إن شاء الله كل فيديو حلقات حلوة وحلقات جميلة. فالمهم يا رجالة لو بتعجبكم الحلقات يا ريت تدوس لنا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، ولو عجبك الفيديو ده دوس لايك، ولو ما عجبكش جنبه زر الديسلايك، ولو عجبتك القناة اشترك فيها، ما عجبتكش القناة عادي. فا أنا قابل كل حاجة يا رجالة وأهم حاجة المعلومة توصل لكم. فالمهم يا رجالة من غير أي كتير تعالوا نخش في الموضوع بتاع الفيديو النهاردة ونشوف الفيديو بتاع النهاردة بيحكي عن إيه من غير أي كتير. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى يا رجالة في حبة أسئلة كتير وحبة يعني حاجات كتير يعني شغلة ناس كتير قوي في تربية الحمام دي وناس كتير قوي بتسأل عليها، فيا ريت تركز معايا ويا ريت ما تقفلش الفيديو ويا ريت تكملوا معايا للآخر. والفيديو بتاعنا مش هيبقى قصير مش هيبقى طويل إن شاء الله، فاستحملوني معلش شوية ويا ريت بجد كمل الفيديو، ولو أنت كملته برضك لغاية الآخر أو لأي دقيقة كملته فيها تقول لي في الكومنتات. فالمهم يا رجالة أول حاجة شغلة الناس أو أول حاجة مثلا الناس كتير بتقولها، طب هو إحنا ليه إحنا بنربي حمام؟ أو مثلا ناس كتير مالهاش في الحمام بتقول لك هما ليه بتوع الحمام بيربوا حمام، مع إن إحنا بنسمع كتير إن تربية الحمام ديت خسارة وسرقة وبتعمل مشاكل للناس اللي كتير اللي مش عارفة. فالمهم يا رجالة الكلام ده كده كله غلط، الكلام إن الحمام يعني خسارة، والحمام خسارة في إيه؟ بيبقى انت مثلا بتربيه فده كمصاريف بره بيتك ورا الحاجات دي كلها، فممكن لو واحد مثلا ظروفه على قده او حاجه وبيربيه فدي مثلا بتيجي عليه خساره شويه بس هو مش قادر يبطله. فاقول لك على حاجه، اقول لك كام حاجه كده برضك تحطهم حلقه في ودنك. اول حاجه تربيه الحمام مش خساره، تربيه الحمام مش خساره. انت لو هتبص للمصاريف اللي انت مثلا بتصرفها للحمام مثلا في اليوم مثلا 20 30 جنيه ككلفه كعلاج، على لو انت عندك حاجات على قد عندك مثلا حاجات كتير دي على قد مثلا ظروفك، يعني انت مثلا على قد ظروفك بتجيب حمام وبتبقى عندك كميه الحمام اللي عندك بتبقى على قد ظروفك تمام. فانت لو هتبص لها انت لو ما بتربيش الحمام او مثلا ما عندكش شجيه مثلا بتيجي من الشغل هتنزل طبعا الشارع هتشتري لك مثلا حذايه اكل اي حاجه، هتلاقي نفسك بتصرف اصلا مصاريف في اليوم يعني اكتر من اللي انت هتصرفه مع الحمام. غير كده انت اصلا ممكن يوم مع التاني تلاقي نفسك زهقان تروح في سكه كده سكه كده تلاقي نفسك على طول زهقان. بس تربيه الحمام حلاوتها ممكن تخليك انت لو واحد مش نشيط تصحى بدري، ممكن تخليك انت واحد جاي زهقان اي حاجه ويطلع للحمام. يعني ايه الحمام مش خساره؟ لو تبص المصاريف اللي بتصرفها على قد الحب والمتعه ولو قال البال لما بتطلع للحمام دي مش حاجه تمام. دي اول حاجه ان الحمام يا رجاله مش خساره. تاني حاجه في حاجه لازم تعملها عشان خاطر حمامك يعني يبقى كويس ويبقى بصحه، تاني حاجه حمامك يعني ايه ما يتعبش منك، لازم تدي الحمام حريته. يعني دي حاجه لازم تدي الحمام حريته، بمعنى ان الحمام ما يفضلش محبوس يعني ال 24 ساعه في ال 24 ساعه واكله قصاده على طول وميه اللي تفضل معفنه قصاده على طول والحمام يفضل زي ما هو، لا الحمام ده طير روح زيك زيها كروح. لازم برضك انت يعني انت لو 24 ساعه محبوس في البيت قاعد في البيت اكيد نفسك هتتسد اكيد هتبقى قرفانه حاجات كتير قوي هتتعبك. فرد الحمام دوت ربنا جعله كتير يعني جعله ان هو ما يتقيدش باب، لا جعله ان هو يبقى حر. فانت ليه ما تكبوش الغريزه اللي ربنا جعلها له؟ فدايما لازم تخلي حمامك سايب اسكان في الارضيه اسكان تسيبه الكلام ده كده كله. واحد يقول لي طب انا ما عنديش مكان لسايب الحمام، لازم تشوف له مكان واسع تربي فيه. لو انت بتربي في بلكونه لازم البلكونه ديك تكون يعني على الاقل ايه تقفلها عشان خاطر برضك حرام يبقى الفرد محبوس 24 ساعه في ال 24 ساعه. عندك اللصوص في الغير مثلا تسيبها، عندك مسلكه تسيبها، ما تخافش على فرد الحمام. في حاجه تاني حاجه يا رجاله واهم حاجه ان انت ما تزهقش في يوم من الايام من تربيه الحمام لسببين. السبب الاول انت لو زهقت لو انت زهقت منها ايه السبب؟ هل غلو الكلفه؟ طب ما كل حاجه غاليه، طب زهقت منها ليه؟ ممكن مثلا تكون مثلا عامل لك انت كشاب صغير عامل لك مشكله بسبب المذاكره بسبب ان انت على طول عند الحمام. فاقول لك نصيحه يعني يا ريت تحطها حلقه في ودنك كده، حاول دايما ما تخليش ان الحمام
ياخدك عن حياتك وصلاتك وعيلتك ومذاكرتك والكلام ده كده كله، لا خلي الحمام حاجه في يومك. يعني خلي الحمام، دايما اقول الكلمه دي يا رجاله على القناه، خلي الحمام حاجه في يومك، ما تخلوش هو كل يومك. بمعنى ان انت مثلا في وقت الصلاه ما عرفتش مثلا تنزل تصلي في الجامع، لا خلي يا باشا مصليه عندك هنا، طبعا انت عندك ميه في الغيه لو مش متوضي توضي وصلي في الغيه، يبقى انت كده قضيت الفرض بتاع ربنا وانت عند الحمام، ما ضيعتوش بسبب الحمام. تاني حاجة، عندك مذاكرة، عندك امتحانات في مدرسة، يعني ما تطلعش مثلا تقعد بساعتين وثلاثة وأهلك يعملوك مشاكل أنت على طول عند الحمام، لا فيها إيه لو خدت الفوطة بتاعتك وطلعت وذاكرت وأنت قاعد عند الحمام. يعني خلي الحمام حاجة عادية في يومك، ما تخلوش ياخد كل يومك. تمام كده يا رجالة، ودي كده حبة حاجات، يعني دي حبة حاجات لازم يعني إيه تحطها في دماغك، إن ما تخليش الحمام دايما يعني هو اهم حاجه والكلام ده كده كله. تمام، فتعالوا بقى ايه ندي جوله كده نبص على الدنيا فيها ايه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا. طبعا يا رجاله ندي بس بصه كده للزغلول عشان بقى لي فتره ما ببصش عليها. تمام، طبعا يا رجاله الزغلول ده اللي مش متابع ده اللي كان جناحه مجدول، الحمد لله رب العالمين، بيطلع دلوقتي على الظهر وبيطلع يكسر دوره وينزل بسم الله ما شاء الله. بص اهو اتظبط اهو، اللهم صل على النبي. تمام، الازرق قطيفه ده يا رجاله اللي ضاع وعرفت اجيبه، سبحان الله اتنطر، فضل قاعد يوم كامل بره، اللي ما سمعش القصه بتاعته يعني، فضل قاعد يوم بره لغايه اما نزل عند غيط واحد صاحبي وجابهولي. تمام يا رجاله، ان كان اول يوم يطلع على الظهر فيه، كان هو اول يوم اتنطر فيه فما عرفش يرجع على الظهر، فالمهم رجع تاني وبقينا نفتح له وحفظ الدنيا الحمد لله. زغلول مشكله الزغلول ده. تمام، دولك يا رجاله، دولك خلاص قفلوا ريش خلاص وقفلوا الصمايم. طبعا انا من فتره قلت لكم انا كنت عايز اقفل عليهم عشان خاطر عليهم الصمايم، بقيت افتح لهم بس ما بنشهمش، يعني ايه يطلعوا يكسروا الدوره بتاعتهم يقعدوا 5 دقايق مش زي الاول كانوا بيقعدوا في الساعه وما بشوفهمش، لا فهبتدي بعد كده خلاص هسخنهم تاني واخليهم يرجعوا لنشاطهم تاني. طبعا دولك يا رجاله انا شويه كده كام شهر كده وهجوزهم، لسبب يا رجاله ان ربنا جعل اي روح عامه ذكر وانثى، صح ولا لا؟ فانت ربنا جعل اي حاجه ذكر انت، فاحنا ليه نحرمهم من الغريزه اللي ربنا جعلها لهم، وغريزه التكاثر وغريزه الجواز والكلام ده كده كله. فانا طبعا هستكفى منهم مثلا فتره ولا حاجه، وبعد كده هجوزهم وناخد من وراهم سلاله عشان نبقى ما غضبناش ربنا ان احنا حرمناهم من الجواز، وفي نفس الوقت ان احنا خلاص خدنا لذتنا منهم ونجيب حمام غيره ويجيبوا لنا زغاليل والنش والكلام ده كده كله، ناخد هوايتنا وناخد كفايتنا من نش الحمام، وبعد كده نجوزهم وايه نخليهم بردك يعيشوا حياتهم بردك عشان ما نكتمش عليهم. تمام يا رجاله، ندوق اهو، وده اي ذكر عامه لازم تعمل معاه كده. تمام يا رجاله، ده كده خلاص سبت على اللون بتاعه ده كده، وممكن لما يجي يقلش تاني ممكن الريش بتاعه او شكله يتغير تاني. طبعا ده كان اسود خالص، للي ما يعرفش ده كان اسود خالص، فالحمد لله بص لما غير ريش وقع ريش كله طلع بالشكل ده. تمام يا رجاله، ديك شكلها طالعة بت يا رجالة، بص ايه دي شكلها طالعة انتهى. تمام، فاحنا طبعا فترة كده وهنعزل النوتي من الدكورة والكلام ده كده كله. ده طالع دكر، ده من غير ما بص عليه طالع دكر، هو بص وقفته وشكله دكر، دي طالعة انتهى، يعني ده كده الاسود ده طالع نتايج. تمام يا رجاله، هو ممكن شكله تحس انه زايد، بس هو انا مش متاكد، بس هو من شكله كده شكله طالع نتايج، بس هو يعني زغلول عصبي شويه، زغلول ما شاء الله في صحه كويسه. طبعا يا رجاله اللي ما يعرفش دوت ناتج عن ازرق قطيفه وطقاطق. تمام يا رجاله، بس هو اخلاقه بتقول دكر بس شكله بيقول نتايج، فكل ده هيبان. واحنا بصينا على ده بس، ديك مش عارف دي شكلها ايه، لا ده شكله طالع دكر، ده بصوا هو زايق شكله طالع دكر. الزغلول ده عفريت عفريت، لما باجي افتح له يا رجاله بيقوم يلف الدنيا، واول واحد بيقوم يلف الدنيا هو واخوه وينزلوا على الغير. اخوه بص اهو، لا بصينا لا ده بردك الزرق دولك، يعني بصراحه الخمسه اللي هم الاثنين البيض والثلاثه الزرق الله اكبر عليهم، يعني اخوه يا رجاله دماغ شياطين، دماغ شياطين بأمانة يعني. وفي زغلول هنا يا رجالة، الزغلول ده
الزغلول ده برضك يا رجاله عفريت بمعنى الكلمه. ليه؟ اول يوم طلع فيه على الظهر في كلاكس ضرب الحمام كله، الحمام كله اتنطر من على الظهر وده فضل قاعد على الظهر تمام. واخد تاني اللي هو دوك اول يوم طلع على الظهر وما طلعش، هو اتنطر في الجو يعني، ده اول يوم طلع على الظهر ما طلعش، اتنطر في الجو وجي نزل على الغيه بتاعته على طول تمام. فما شاء الله فيهم يعني فيهم ذكاء وفيهم ما شاء الله حاجه جميله. بصوا بسم الله ما شاء الله عليهم يعني زغليل عفاريت اللهم صل على النبي. وده برضك الله اكبر عليه بيطلع على الظهر يتنقل ويطلع يلف وينزل ما شاء الله عليه يعني عمبالي شقافه يا رجاله الله اكبر. ده كان شكله وهو صغير كان شكله عر قوي، لما كبر بقى الله اكبر عليه ولسه برضك يعني لسه وقع ريشه او اتنين حاجه زي كده. فالمهم يا رجاله الفيديو بتاع النهارده دوت عباره عن حبه رغي كده معاكم، يعني عباره عن حبه رغي كده معاكم بنشوف فيه يعني حاجات كده لازم تبقى عارفها اللي قلناها في اول الفيديو. والسغال ديك برضك لازم تكون يعني فرجه السغال ديك لازم ايه كل فرد حمام تبقى عارف دماغه وعارف مين كويس عارف مين الوحش. تيجي فتره عليك تعزل الذكر من البدايه، فيجي فتره الحمام انت خلاص استكفيت منه شويه من نش تتجوزه وتعمل غيره عشان خاطر تبقى رضيت ربنا ورضيت نفسك في كل حاجه في الحمام. فسامحوني الفيديو دوت كان عباره عن كلام بس يعني اكتر من فرجه وماسكه حمام وتعليم حمام، لا هو عباره عن حبه معلومات عشان طبعا احنا عارفين ان ثلاث ارباع اللي بيتفرجوا على القنوات بيبقوا شباب صغير فلازم نعلمهم يعني حاجات كده. فأردكم الفيديو عجبكم ولو كملتوا لغاية دلوقتي يعني انتوا لي في الكومنتات. فكان معكم ميشيل صبحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.